وطالبات الثانوية العامة. يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 65. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي الجغرافيا على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة في الحلقة يكون معنا أحد كوادر الجغرافيا على مستوى الجمهورية، مستر عاطف اسماعيل. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا فندم، شرفتنا ومشرفنا كالعاده. الله يخليك يا صاحبي. ومعانا ايضا طبعا احد خبراء الجغرافيا على مستوى الجمهوريه مستر خالد عثمان. صباح الخير يا مستر. اهلا وسهلا، ازيك يا صاحبي، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا، وهي الحلقه طبعا المفروض هتتكلم عن شكل الدوله وتضاريس الدوله تمام، ولكن قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا، الاساتذه الافاضل اللي معانا حابين يقولوا تنويه سريع كده عن كتاب مدرس على الهوى، اللي احنا قلنا قبل كده ان هو يعتبر اوريدي دلوقتي في كل منافذ التوزيع على مستوى الجمهوريه، وقلنا طريقه الحصول على الكتاب يا اما من خلال مؤلفي الكتاب مقدمي البرامج التعليميه في برنامج مدرس على الهوى، او من خلال التليفون اللي هو بتاع اداره البرنامج اللي بيظهر على الشاشه. نشوف كده مستر عاطف، تحب تقول عن الكتاب؟ الكتاب، انا قبل ما نتكلم عن الكتاب، مهم جدا جدا بالنسبه لطالب الثانويه العامه موضوع الحل والتجربات، وعشان كده احنا اجتمعنا كمدرسي مدرس على الهوى، برنامج مدرس على الهوى، ان احنا عملنا كتاب في ممتاز جدا، يعني في مغطي تقريبا نص المنهج في كل المواد، يعني حاجه مشرفه جدا وافكار جميله، وطبقا لاخر القرارات بتاعه الوزاره السنه دي ان شاء الله الامتحانات بتعتمد كلها على الفهم، يعني احنا هنبعد خالص تماما على الحفظ. ولا ايه رايك يا مستر خالد؟ كتاب متنوع، اسئله مختلفه، بتقيس اعلى مستويات للتفكير، يعني اي طالب هيستفيد جدا جدا جدا، لان الاقي كم كبير جدا من الاسئله بيرضي غرور الطالب الشاطر المتفوق، هيلاقي كم كبير جدا يقدر من خلاله يبقى طالب متفوق ان شاء الله. بالتوفيق لكل طلابنا الاعزاء، ونتمنى لكم ان شاء الله حلقه موفقه. الله يخليك، اتفضل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي طلبه وطلبات الثانويه العامه، النهارده احنا جايين نستمتع بالدراسه، يعني احنا ماده الجغرافيا ماده شيقه للغايه، يعني ننسى خالص موضوع الامتحانات دوت، وان شاء الله كده احنا نكتسب ثقافه ومعلومه ونستمتع بدراسه علم الجغرافيا.
النهارده بنتكلم على المقومات الطبيعيه المؤثره على قوه الدوله، واول نقطه بنتكلم فيها هي اشكال الدول. الدول ليها اشكال، اكيد الدول ليها اشكال. طب يلا نشوف مع بعض كده اول شكل من اشكال الدول. بيقول لي رقم واحد، في شكل اسمه الشكل المندمج. الشكل المندمج، هل ممكن يا مستر خالد يستغنى عن كلمه مندمج ويحط لفظ مكانه؟ تمام، يحط الشكل المنتظم. هايل، يبقى بنقول هنا ممكن يحط لفظ او كلمه شكل مندمج، وممكن فعلا زي ما مستر خالد قال لنا ان هو يحط شكل منتظم. طيب يعني ايه شكل مندمج او منتظم يا مستر خالد؟ شكل مندمج او منتظم يعني ممكن يبقى على شكل دايره، ممكن على شكل مربع. نقدر من خلال فكره الشكل المندمج ان نلاقي اجزاء الدوله او اطراف الدوله على مسافه شبه متساويه. جميل. مش لازم تبقى بالظبط، مظبوط، بس نقدر نقول ايه ان ممكن السبوره دي تبقى زي الشكل المندمج، نفس الفكره. تمام. طيب يبقى لو حبينا نعرف يا مستر خالد الشكل المندمج، اقول له هو الشكل الذي يكون فيه المسافة من وسط الدولة إلى أطرافها متساوية تقريبا. يبقى المسافة من وسط الدولة إلى أطراف الدولة متساوية تقريبا، ده شكل مندمج. ومستر خالد قال إن الشكل المندمج أو المنتظم بالفعل بيبقى أقرب إلى الشكل الدائري. يعني لو بصينا كده من وسط الدولة لأطرافها، لو قسنا المسافة هنا يا مستر أحمد من وسط الدولة للطرف ده، هتلاقيه قد الطرف ده قد الطرف ده، يبقى المسافة متساوية منين؟ من وسط الدولة إلى أطرافها. كل أطرافها. الفايدة بقى بتاعت الشكل المندمج لما يكون المسافة شبه متساوية، إن تقدر الدولة تسيطر على جميع أجزاء الدولة بسهولة، تقدر تسيطر عليها عسكريا إداريا. عشان كده دايما يقولوا الشكل المندمج ده أفضل الأشكال. جميل. يبقى السؤال ممكن يقول لي صح ولا غلط مع ذكر السبب، يعد الشكل المندمج افضل اشكال الدول؟ يبقى العباره صحيحه. احنا قلنا الشكل المندمج هو اقرب للشكل الدائري او الشكل المربع. طيب ندي امثله للدول ذات الشكل المربع او الشكل الدائري اللي هو الشكل المندمج او المنتظم زي مين؟ طبعا بلدنا مصر، مصر اول واحده شكل مندمج. نكتب كده دوله مصر. مصر طبعا شكل مندمج. بلجيكا، دوله اسمها دوله بلجيكا، دولة أوروبية طبعا. فرنسا، دولة فرنسا. أي دولة بقى سنة ثالثة واخدة الشكل الدائري أو واخدة الشكل المربع ده هنقول عليها شكل مندمج أو منتظم. مستر خالد يلا نفكر الطلبة بتوعنا كده، مصر دي اتقالت في المنهج أكتر من مرة. يعني إحنا مثلا عندنا مصر دي دولة مميزة جدا بالموقع. إحنا كدولة عندنا موقع بحري، أدي رقم واحد، وكمان خدناها في الموقع المركزي لأنها في وسط العالم، وكمان قلنا عليها إنها موقع استراتيجي لأنها عندها قناة الإيه؟ السويس. كل دي مزايا كانت موجودة في مصر بنقول عليها من المقومات الطبيعية. برضو اتكلمنا على مصر في حتة تانية غير الموقع. تمام. إن هي عندها قلب سياسي، اللي هو القلب السياسي اللي هو مين؟ القاهرة الكبرى طبعا. وخدنا كمان معلومة عن مصر إن مصر فيها العواصم القديمة، العواصم التاريخية القديمة زي مدينة الايه؟ القاهرة. عشان كده دايما نقول القاهرة، والقاهرة يبقى قلب وايه؟ وعاصمة في نفس الوقت. طيب اتفضل استاذ. احنا برضو بنفكر طلبتنا يعني ايه موقع بحري؟ احنا قلنا يا سنة ثالثة الموقع البحري هو الموقع او الدولة التي تشرف على مسطحات مائية مفتوحة. وقسمنا الدول البحرية سنة ثالثة إلى دول بتختلف الدول البحرية من حيث إشرافها على المية. قلنا في دول بتشرف على البحر بجهة واحدة، واحدة تمام، زي سوريا وشيلي. وهناك دول بتشرف على البحر بجهتين زي مصر السعودية. مصر والسعودية وفرنسا، كل دي دول جبهتين. جميل. وهناك دول تشرف على البحر من جميع الجهات. بنفكركم برضو سنة ثالثة يعني ايه موقع مركزي. قلنا الموقع المركزي ده بيتوسط العالم، زي موقع مصر يتوسط قارات العالم القديم، وده بيزيد من قوة الدولة. واحنا النهاردة بنتكلم على العوامل الطبيعية المؤثرة على قوة الدولة. المواقع الاستراتيجية كلنا عارفينها، الكلام مش جديد على ودنا. قلنا المواقع الاستراتيجية المواقع التي تكتسب أهمية بالغة. أكيد في سبب ليه بتكتسب أهمية بالغة؟ قال لي نظرا لإشرافها، مش إشراف بس، قال لي نظرا لإشرافها وإمكانية تحكمها في طرق الملاح، في طرق التجارة، سواء كانت برية أو بحرية. هاي تمام. جميل. قلنا مصر اتقالت قلب سياسي. مستر خالد يعني إيه منطقة قلب سياسي؟ يعني فيها مقرات حكم سياسية، العواصم، الحكومة، الوزارة، يعني التحكم
في الدولة سياسيا وإداريا هيبقى في القلب السياسي ده. تمام. احنا عندنا مثلا القاهرة قلب سياسي في نفس الوقت هي عاصمة في نفس الوقت. نتنقل بقى مع بعض كده للشكل اللي بعديه. الشكل في شكل مندمج لكن في اخوه بالظبط بس في حتة متغيرة. تمام. يبقى الشكل ايه يا استاذ عاطف؟ يبقى هنقول ان في شكل تاني هو شكل بيسموه شكل مندمج ذو بروز. شكل مندمج ذو بروز يعني ايه شكل مندمج ذو بروز؟ هو شكل مندمج اقرب لشكل الدائري ما عدا جزء منها. يعني لو بصينا كده يا مستر احمد هنلاقي ادي شكل اقرب للشكل الدائري ما عدا جزء منها اللي هو الجزء ده اللي فيه خطوط ده. ماله؟ اللي بارز داخل دوله اخرى. يعني قلنا لو هنا دوله واحد هنا دوله اتنين. ملاحظ حاجه يا مستر احمد؟ في جزء من الدوله الثانيه في الجزء الاولى. جميل. هايل. يبقى في جزء من دوله اتنين بارز داخل دوله اخرى دوله واحد. طب مين الدول اللي واخده الشكل ده مستر خالد؟ زي احنا عندنا افغانستان مثلا اللي انا راسم شكلها دي. افغانستان في قارة آسيا. أفغانستان في قارة آسيا. وعندنا الكونغو اللي هي موجودة في قارة أفريقيا. الكونغو الديمقراطية في قارة مين؟ أفريقيا. مظبوط. يبقى كده أنا عندي مثالين. طب هي الشكل المندمج ده بذو بروز عيبه إيه؟ الجزء البارز خارج الدولة ده بيضعف الدولة لأن ده بيبقى خارج عن سيطرتها داخل جوه دولة تانية. ممكن حدودية يعني. فممكن ممكن الدولة التانية تعمل عملية سيطرة على الجزء ده او ممكن الجزء ده يقوم بعمليات انفصال عن الدولة. عشان كده ده بيبقى اضعف جزء في الدولة وده من عيوب الشكل ده اللي هو الجزء البارز خارج الدولة. اتفضل استاذ عاطف. لما نيجي نتكلم على الشكل المندمج او المنتظم ده افضل اشكال الدول لعدة اسباب. قلنا رقم واحد سهولة الاتصال والسيطرة على كل أجزاء الدولة. يعني الحكومة تقدر قدرة الحكومة على تحقيق أفضل اتصال وسيطرة على كل أجزاء الدولة. وبيحسن الإدارة الداخلية وبيقلل النزاع على الحدود. ما بيعملش مشاكل على الحدود لأن طول الحدود بتبقى أقصر بالنسبة للمساحة بتاعتها. بننتقل بكم إلى شكل آخر من أشكال الدول وهو الشكل المستطيل. طب يعني إيه شكل مستطيل؟ قال الشكل المستطيل الدولة اللي طولها طول الدولة مستر أحمد بيبقى 6 أمثال عرضها. طيب الدول المستطيلة دي ممكن تتقسم لشكلين. ممكن الشكل المستطيل يمتد من الشمال للجنوب وممكن يا مستر خالد يمتد من أفقيا. يعني أنا عندي الشكل المستطيل عشان الناس تبقى مركزة كده. ممكن يبقى الشكل المستطيل واخد الشكل ده وممكن الشكل المستطيل يبقى واخد الشكل ده. الاتنين فيهم وجه شبه. الشبه إن الطول قد العرض 6 مرات. طول قد العرض 6 مرات. يبقى انا عندي مشكله. هي مشكله ايه؟ عكس الدوله المندمجه صعوبه السيطره على اجزاء الدوله. دوله طويله يبقى في صعوبه سيطره في صعوبه اداره. الشكل المستطيل هو ده عيبه سواء افقيا او راسيا في العيب ده. لكن الشكل الراسي هيبقى فيه ميزه واحده وهي تنوع المناخ اللي موجود فيها. فده هيعمل تنوع في المحاصيل الزراعية اللي موجودة هنا. طيب استاذ عاطف الشكل الرأسي أفضل من الشكل الأفقي. طب عايزين أمثلة. عايزين أمثلة على الشكل الرأسي. طب نبص مع بعض كده أحبائي طلبة وطلبات الثانوية العامة. دي خريطة لقارة أمريكا الجنوبية أو جزء منها. لو بصينا كده هنلاقي أدي شكل مستطيل أهو معايا مستر أحمد. جميل. الطول طول الدولة 6 أمثال العرض. جميل. الدولة دي اسمها دولة تشيلي. ودولة تشيلي دي ذكرت لهم في المنهج قبل كده انها دولة بحرية تشرف على البحر بجهة واحدة. هي بتطل هنا على محيط اسمه المحيط الهادي. لو بصينا برضو لمثال تاني يبقى تشيلي دي من الدول ذات الشكل المستطيل اللي بيمتد من الشمال الى الجنوب. نفس الوضع بينطبق على دولة هنا اسمها دولة ايطاليا. دولة ايطاليا لو تلاحظ يا مصر كده واخدة شكل برضو ايه؟ مستطيل. والشكل المستطيل ده بيمتد من الشمال الى جنوب. الجنوب. مستر خالد قال ان ممكن الدول المستطيله تمتد بشكل افقي. شكل افقي يعني تمتد بتمتد من الشرق الى الغرب. طيب مين الدول لو بصينا كده على الخريطه او الجزء ده؟ عندي هنا في المكان ده بحر اسمه البحر المتوسط. عندي هنا خليجين خليج العقبه وخليج السويس وادي نهر النيل. الى الشمال كده من مصر كده في شمال البحر المتوسط عندي هنا في دولة مستطيلة الشكل هي مستر أحمد اسمها دولة تركيا. تركيا. وأعتقد دولة تركيا برضو اتقالت في المنهج قبل كده في العواصم. العاصمة بتاعتها كانت إيه؟ آه
ان نقلت العاصمه من اسطنبول من السواحل للداخل اللي هي مدينه انقره ليعطيها عمقا جغرافيا يوفر لها الحمايه والدفاع. احنا مهم جدا نربط القديم بالحديث طبعا. احنا مش بنمتحن على درس واحد او فصل واحد، احنا بنمتحن على في ربط ما بين المعلومات كلها. عندنا اشكال تانية مستطيله من الشمال للجنوب زي النرويج والسويد، وعندنا اشكال مستطيله من الشرق للغرب تاني زي منغوليا من الدول اللي هي من الشرق للغرب، عندي دول مختلفه. طيب انا لما اقول مقارنه مثلا هقول سؤال، السؤال مش هيجي مباشر ان يقول لي الشكل الراسي افضل من الافقي، لكن ممكن يجي بطريقه تانية اقول لك ايه شكل دوله تركيا افضل من دوله ايطاليا، صح وغلط؟ هيبقى العباره طبعا غلط، لان تركيا افقيه فدي فيها مشكله، لكن الراسيه هيبقى فيها ميزه اللي هي التنوع الايه المناخي. يبقى الشكل المستطيل من الشمال للجنوب هيبقى افضل من الشكل المستطيل من الشرق للايه للغرب. في كلا الاحوال، في كلا الاحوال شكل مندمج افضل شكل، بعد كده الشكل المندمج زبروز تمام بعديه في الافضليه، بعد كده الشكل المستطيل اقل شويه في عيب معين. هنروح مع بعض للشكل اللي هو بعديه اللي هو الشكل المجزأ. قبل ما نتكلم يا مستر خالد على الشكل المجزأ، هنيجي هنا للشكل المستطيل اللي بيمتد من الشمال للجنوب. مستر خالد قال له مزايا وعيوب. ايه الميزه في الشكل المستطيل اللي بيمتد من الشمال للجنوب؟ كتب لنا مستر خالد انه تنوع المناخ. تمام. طب ليه في تنوع في المناخ؟ قال لي لان بتمتد في اكتر من دايره عرض. لو تلاحظ كده يا مستر ان دوائر العرض مالها؟ كتير متعددة. يبقى كل ما بنطلع فوق كده بنقرب من المناطق القطبية فالحرارة بتنخفض برودة شديدة، بنزل تحت بقرب من مناخ البحر المتوسط اللي هو المعتدل الدفيء، وده بيؤدي إلى تنوع الإنتاج الزراعي وتنوع الأنشطة. وعشان كده بنقول الشكل المستطيل من الشمال للجنوب هو أفضل من الممتد من الشرق للغرب. طيب نيجي ننتقل بكم بقى إلى شكل آخر من أشكال الدول وهو الشكل المجزأ. يعني ايه يا مستر احمد شكل مجزأ؟ هي دوله ولكن اراضيها غير مترابطه جغرافيا. هو في دوله ارضها غير مترابطه جغرافيا؟ طبعا اكيد. والشكل المجزأ ده احنا هنصنفه لثلاث انواع. بحر مجزأ، مستر خالد يكلمنا على شكل بقى الاشكال المجزأ. الشكل المجزأ اللي احنا بنتكلم عليه، انا لما يجي الشكل المجزأ يبقى انا قلت ان الدوله هتبقى غير مترابطه جغرافيا، يعني هي متقسمه كده اجزاء، متقسمه اجزاء. هي مشكلة أي دولة غير مترابطة إيه؟ إن أنا مش هعرف أسيطر عليها، في صعوبة في السيطرة عليها، في صعوبة في الإدارة. طيب إحنا لما الشكل المجزأ ده بيبقى عندنا ثلاث أشكال شكل مجزأ، ممكن يبقى شكل مجزأ بحري وده معناه إن المسافة اللي بين الأجزاء دي هتبقى مية. وشكل مجزأ بري وده معناه إن الدولة مقسومة بس الجزء اللي في النص هيبقى عبارة عن يابس. تمام. وفي شكل تاني اسمه شكل بحري بري وده معناه ان في جزء هيبقى متصل باليابس وفي جزء موجود في المية. اتفضل يا باشا. مستر خالد قال الشكل المجزأ البحري يا مستر احمد هو عبارة عن جزر بيفصل بينها مسطحات مائية. جميل. واشهر الامثلة عندي دولة اليابان. حقيقي. تمام. دولة اليابان عبارة عن مجموعة جزر، لو بصيت معايا كويس على الخريطة في جزيرة هنا اسمها جزيرة هوكايدو، جزيرة هنا اسمها جزيرة هنشو، في جزيرة اسمها شوكوكو وجزيرة كيوشو. ملاحظ حاجة؟ هل الجزيرة دي متصلة بالجزيرة دي؟ لا في فاصل بينهم مية. هل الجزيرتين دول متصلين بالجزيرة دي؟ لا في فاصل بينهم مية. هل الجزيرة دي متصلة دي؟ لا في فاصل بينهم مية. يبقى دي دولة بحرية مجزأة. واليابان برضه مستر احمد فكر الطلبه بتاعتنا مستر خالد ان العاصمه اتنقلت من مدينه هنا اسمها مدينه كيو تو الى مدينه اسمها مدينه طوكيو التي تقع على ساحل المحيط الهادي. وعشان بنقول ان العاصمه اتنقلت من مدينه كيوتو الى مدينه طوكيو يبقى طوكيو من العواصم الساحليه ومن العواصم المستحدثه، لان احنا صنفنا مستر احمد العواصم لنوعين، اما عواصم قديمه او عواصم مستحدثه. دولة اليابان لو تلاحظ كده هي دولة بحرية لأن بيحط المية من جميع الجهات. قلنا هنا مستر خالد المحيط اسمه المحيط الهادي، وهنا بحر اسمه بحر مين؟ اليابان. بيجاورها أربع دول. عندي دولة هنا اسمها روسيا، وقلنا روسيا دي أكبر دول العالم في المساحة. تمام. عندي هنا دولة اسمها دولة الصين، وعندي هنا دولة اسمها دولة كوريا الشمالية، وعندي كوريا الإيه؟ الجنوبية.
بننتقل بكم من الدول البحرية المجزأة إلى الدول البرية المجزأة. عندي مثال تاني يا مستر خالد بالنسبة للدول البحرية المجزأة، احنا قلنا اليابان و الفلبين، عندك الفلبين اندونيسيا. هايل. عندي مين تاني؟ اندونيسيا. اندونيسيا وهي دولة برضو بحرية مجزأة. ممكن نيوزيلندا، ممكن جزر القمر، اي جزيرة في وسط المحيطات هتقابلني فيها اجزاء تبقى تبع الشكل المجزأ البحري. يعني انا بنتقل الى الخريطة بتاعت العالم واتفرج ان في امثلة كتير هينطبق عليها نفس الشرح. عندنا عندنا دولة اندونيسيا، عندنا نيوزيلندا، عندنا جزر القمر، عندنا الجزر بتاعت كوبا، كل دي موجودة في العالم كله. جميل. في نقطة تانية لما بنروح بقى للجزء البري البحري، الجزء البري البحري معناه ايه؟ معناه ان في دولة، جزء من الدولة في اليابس وفي جزء موجود برضو في اليابس بس في بينهم دولة، في بينهم دولة. الأستاذ عاطف هنا رسم ايه؟ رسم كده ورينا كده أستاذ عاطف، رسمت ايه؟ رسمت عندي هنا سنة ثالثة قارة أمريكا الشمالية، عندي هنا ولاية اسمها ولاية ألاسكا مستر أحمد. هذه الولاية تابعة لدولة عظيمة وكبيرة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية. جميل. يعني الجزء ده مستر تابع لهذه الدولة، يعني ده يابس وده يابس، ده يابس ويابس، وده تابع لده، بيوصل بينهم دولة اسمها دولة كندا. يعني يبقى يابس برضه، يبقى الأراضي غير متصلة. ليه؟ لأن بيفصل بينهم دولة تانية اللي هي دولة مين؟ كندا. دولة كندا يابس، يعني فاصل بينهم يابس برضه. عشان كده دولة الولايات المتحدة قالوا عليها إنها مجزأة برية. طب دي كده نقطة ضعف ولا الشكل المندمج احسن؟ اه طبعا الشكل المندمج احسن. يبقى دي نقطه ضعف موجوده في الولايات المتحده الايه الامريكيه، ان في اجزاء منها غير مترابطه جغرافيا. النوع الثالث اللي هو الشكل المجزأ البحري البري. يبقى انا عندي الدوله زي ايطاليا كده متصله باوروبا، لازقه في اوروبا، يبقى ده يابس مع يابس مع اوروبا، وفي جزء عباره عن جزيرتين صقليه وسردينيا في الميه. يبقى في جزء بري وفي جزء بحري. طبعا يا استاذ عاطف احنا ملاحظين ان دولة ايطاليا كده طلعت لي النهارده شكلين، بقى في شكل اسمه الشكل المستطيل، مره ايطاليا كان شكل مستطيل، وكمان دلوقتي طلعت شكل تاني ليها البحري والبري. يعني كده ايطاليا ليها شكلين. ده ممكن تطلع دولة ليها شكلين؟ اه ممكن دولة تطلع ليها شكلين. يعني ممكن دولة تبقى شكلها جزر ورا بعض كده زي نيوزيلندا وتبقى شكلها برضه مستطيل عادي. يعني ده شكل وده شكل. استفادت ايه من الشكل ده يا استاذ عاطف؟ هي اللي هي دولة ايطاليا طالما هي مستطيلة بتمتد من الشمال للجنوب، يبقى زي ما قلنا قبل كده انها بتنوع الاقاليم المناخية وتنوع الانتاج او الانشطة الاقتصادية في الدولة. وهي دولة بحرية، دولة ايطاليا دي دولة بحرية، بنقول عليها دولة شبه جزيرة. شبه جزيرة ليه؟ لان المية بتحط من ثلاث جهات. عندي هنا بحر اسمه البحر الإدرياتي. أيوة. عندي بحر هنا اسمه البحر التيراني. تمام. عندي هنا بحر اسمه البحر المتوسط. سواء بحر إدرياتي أو بحر تيراني ده جزء من البحر المتوسط. يعني دي مسميات، هو كله الجزء ده كله بحر متوسط. عندي هنا بحر اسمه البحر إدرياتي، بحر تيراني. لو تلاحظ أدي جزيرتين في قلب المية اللي هي جزيرة مينا مصر أحمد صقلية، وادي جزيرة اسمها جزيرة سردانيا. يبقى دولة إيطاليا جزء منها في قلب المية، في قلب المية، عبارة عن جزيرتين، والجزء الثاني متصل باليابس مين؟ الأوروبا. صقلية دي قريبة جدا من دولة تونس عندنا. يعني احنا عندنا كده دولة تونس، لو رسمنا كده هتلاقي ان تونس أقرب دولة موجودة ليها، وفي هنا مضيق اسمه مضيق صقلية، وده يعتبر من ممرات استراتيجية. يعني دايما يقولوا أقرب أجزاء، الأقرب الأجزاء قربا من أفريقيا وأوروبا مضيق صقلية ومضيق جبل طارق، ده من أقرب الأماكن اللي موجودة هنا. طيب هنروح بقى دلوقتي لشكل تاني اللي هو الشكل المحتوى الجيبي. والشكل المحتوى الجيبي يعتبر أسوأ الأشكال، يعتبر نقطة ضعف داخل الدولة. يعني أي دولة شكلها جيبي، شكلها محتوى، مشكلة. يعني إيه جيبي ويعني محتوى؟ يعني هي دولة داخل دولة، دولة داخل دولة. يعني بمعنى أصح هي تشبه الحبيسة، بس الحبيسة ممكن يبقى بيحيط بيها كذا دولة، كذا دولة برية. دي بقى يحيط بيها دولة واحدة. يبقى أنا جوه دولة، طب مش هعرف أخرج، مش هعرف أدخل، مش هعرف أخرج برا الدولة أو أدخل برا الدولة إلا بموافقة الدولة اللي الكيان الكل. طبعا ده نقطة ضعف كبيرة جدا، نقطة ضعف سياسية، نقطة ضعف اقتصادية عسكرية، إن أنا تحت تحكم هذه الدولة. مثال الأستاذ عاطف هيقوله لنا دولة إيه الجيبية المحتوى اللي عندنا. نبص كده على خريطة، دي خريطة قارة إفريقيا
وعندي هنا في دولة اسمها دولة جنوب افريقيا كلنا نعرفها كويس جدا. في دايرة حمراء هي اللي انت شايفها دي دولة اسمها دولة ليسوتو. دولة ليسوتو دي دولة جايبية او بنسميها دولة محتوية. ليه سميها دولة جايبية؟ لانها دولة جوه دولة. جوه دولة. او بصيغة اخرى دولة محاطة بدولة واحدة من جميع الجهات. والدولة الجايبية دي يا مستر احمد بتتبع في سياساتها الداخلية والخارجية سياسة الدولة المتوقة بها. بمعنى لو دولة جنوب افريقيا قالت هتقطع علاقتها مثلا بالصومال او باثيوبيا او بزامبيا او باي دولة تنفذ نفس القرارات هايل. وعشان كده بنقول الدولة الجايبية بتتبع في سياساتها الداخلية والخارجية سياسة الدولة المتوقع بها مما يضعف من قوتها. ونركز بقى على الجزئية دي اللي احنا بنتكلم على المقومات اللي بتأثر على قوتها. مجرد تابع يعني. تابعة هايل بتبقى تابعة ليها. طب هل هي كانت جزء واستقل عن الجزء الأم ده؟ جزء واستقلت عن الدولة اللي هي دولة هي من الاستعمار البريطاني. وبنقول لو قلنا طب يا مستر أحمد لو قلنا إن دولة ليسوتو دي أقرب إلى الشكل الإيه؟ لو قلنا بقى هنربط الجزء ده بشكل الدول هي أقرب للشكل الدائري. معنى كده إن ممكن نقول عليها شكل مندمج. احنا قلنا الشكل المندمج ان المسافة من وسط الدولة الى اطرافها بتبقى متساوية شبه متساوية. تمام. وقلنا الدولة الجايبية عشان هي بتتبع في سياساتها الداخلية والخارجية سياسة الدولة المتوقع بها مما يضعف من قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية. ولذا ونركز على الكلمة دي تسعى الدول الجايبية بتسعى لايه؟ انها تحافظ على العلاقة الودية مع الدولة المتوقع بها. مستر خالد انت لو بصيت على الخريطة كده ادي الدولة واخدة اللون الاحمر اللي هي دولة ليسوتو دي دولة جايبية وعندي دولة هنا واخدة اللون احمر اسمها دولة سويسلاند. سويسلاند هذه الدولة لو قلنا صح ولا غلط يا مستر خالد ان بتتشابه وتختلف وتختلف دولة ليسوتو مع سويسلاند صح ولا غلط؟ العبارة صح. العبارة صح. ليه؟ لان التشابه اللي موجود بين الاثنين ان كلاهما لا تطل على اي مسطحات مائيه فهتبقى الاثنين دوله حبيسه. يبقى ده التشابه اللي ما بين الاثنين ان كلاهما دوله ايه؟ دوله حبيسه. لكن الاختلاف اللي موجود وباين جدا هنا ان دوله ليسوتو شكلها دوله محتواه دوله بيحيط بها دوله واحده لكن دوله سوازيلاند بيحيط بها دولتين. ادي دوله من هنا اللي هي دوله موزمبيق وعندي دولة من هنا اللي هي دولة جنوب أفريقيا. يبقى ده معناه إن سوازيلاند مش دولة محتواة لكن سوازيلاند هتبقى دولة حبيسة فقط. إحنا ممكن هنا نقول جملة مهمة جدا إن كده ليسوتو واخدة حاجتين. ليسوتو كده حاجتين. إيه اللي واخدها ليسوتو؟ إن دولة ليسوتو دولة حبيسة في نفس الوقت ودولة محتواة جايبية في نفس الوقت. يبقى أنا كده عرفت إن ليسوتو فيها صفتين والاثنين من عوامل الضعف. اما تبقى دوله تبقى فيها مشكله دوله حبيسه يبقى انا ماليش مسطحات مائيه وفي نفس الوقت كمان دوله جايبيه داخل دوله يبقى انا دوله ضعيفه دوله تحت سيطره الدوله الثانيه عندي مشكله خطيره. احنا هنلاحظ حاجه ان اشكال الدول هم في المنهج مرتبينها لي من الاقوى للاضعف. يعني الشكل المندمج رقم واحد اقوى شكل بيدي قوه وطبعا الحمد لله مصر شكل مندمج. رقم اثنين الشكل المندمج زبروز الجزء البارز من الدولة هو نقطة ضعفها. الشكل المستطيل نقطة ضعف ان الدولة طويلة جدا فبالتالي في صعوبة في السيطرة والإدارة. الشكل اللي بعديه المجزأ يبقى الدولة غير مترابطة متقسمة فيها صعوبة في السيطرة برضو عليها. وأضعف شكل وآخر شكل هو الشكل الجايبي والمحتوى. الشكل الجايبي والمحتوى في منه أمثلة تانية في العالم زي الفاتيكان وزي دولة سان مارينو اللي هم موجودين جوه إيطاليا. فدول برضو يعتبر دول جايبية ودول محتوى. لو احنا بنقسم او بنشوف كده ان الاشكال الدول بتأثر على قوتها طبعا هي بتأثر على قوتها. واحنا دلوقتي يا استاذنا عايزين نعرف الفرق ما بين ليسوتو وسوازيلاند بخريطة واضحة تانية اكبر شوية والطلبة تركز مع الاستاذ عاطف وتشوف الموضوع ده. احنا كبرنا لكم الجزء ده عشان يبقى واضح بالنسبه لاحبائي طلبه وطالبات الثانويه العامه. ادي دوله ليسوتو اهي عشان الكلام يبقى واضح. دوله ليسوتو دوله جايبيه لانها محاطه بدوله واحده من جميع الجهات. لو بصينا كده مستر احمد دوله ليسوتو ما بتطلش على ميه لان هنا ارض دوله جنوب افريقيا هنا ارض جنوب افريقيا هنا ارض جنوب افريقيا هنا جنوب افريقيا. يبقى دي دوله داخليه ودوله حبيسه لانها لا تشرف على مسطحات ميه. نفس الوضع بينطبق هنا على دولة سويسلاند. ادي دولة سويسلاند هنا ارض وهنا ارض وهنا ارض يبقى كلاهما دول حبيسة. لكن وجه الاختلاف اللي بينهم ان عندي دولة سويسلاند هنا
دي دولة مش جايبية. ليه؟ لأنه مشترك في حدود ده دولتين، اللي هي دولة هنا اسمها دولة جنوب إفريقيا ودولة هنا اسمها دولة موزمبيق. أما بالنسبة لدولة ليسوتو هي دولة جايبية لأنها محاطة بدولة واحدة من جميع الجهات. طيب بننتقل بكم بقى سنة ثالثة من أشكال الدول إلى التضاريس. هل عنصر التضاريس مستر أحمد ممكن يأثر على قوة الدول؟ أكيد. أكيد. طب التضاريس يقصد بها إيه؟ الجبال والهضاب والسهول. الجبال والتلال والهضاب دي بنسميها مرتفعات. السهول يعني إيه السهول؟ الأرض المستوية، أرض مستوية يعني مفيهاش عالي واطي. والسهول دي يا مستر أحمد ممكن تبقى سهول فيضية. طب السهول الفيضية دي موجودة فين؟ على ضفاف الأنهار. وممكن تكون سهول ساحلية موجودة فين؟ على سواحل البحار والمحيطات. والسهول ممكن تكون سهول صحراوية في مناطق صحراوية، وممكن تكون سهول جليدية في المناطق القطبية. يبقى لما نتكلم على عنصر التضاريس بنقسم التضاريس إلى مرتفعات اللي بتشمل الجبال والهضاب والسهول، وبنتكلم على الأراضي السهلية اللي هي المستوية سواء كانت فيضية أو ساحلية أو صحراوية أو جليدية. ويلا نشوف مع بعض إزاي المرتفعات ممكن تأثر على قوة الدولة. المرتفعات دي سنة ثالثة إحنا بنقسمها إلى لها جوانب إيجابية وجوانب سلبية. يعني المرتفعات دي ممكن تمنح الدولة مزيد من القوة. الجبال والهضاب تدي دولة قوة يا مستر أحمد؟ أكيد هتدي دولة قوة. طب تديها قوة إزاي؟ قال لي أي مناطق مرتفعة، نبص مع بعض كده، أدي عندي هنا جبال، ده موقع المناطق العالية دي موقع استراتيجي مراقبة ودفاع وحماية. يعني ممكن الواحد يدافع عن نفسه من فوق الجبال. كمان المرتفعات دي يا مستر أحمد ممكن تحتوي على ثروات معدنية زي ما موجود عندنا يعني في مصر. يبقى كده احنا هنكتب هنا ان نقط القوة الاولانية انها وسيلة للحماية والدفاع كناحية عسكرية. جميل. نقطة تانية انها مصدر للثروات المعدنية المختلفة. الميزة الثالثة كمان انها مناطق سياحية سواء لتسلق الجبال او التزحلق على الجليد. طب لما نقف عند حتة تسلق الجبال او التزحلق على الجليد، الاقي ان جبال اوروبا تزحلق على الجليد، عشان ناخد بالنا عشان ده بيجي في الاسئلة، ولاقي ان جبال الشام ولبنان مناطق اصطياف. يعني اصطياف يعني زي مصيف عشان الجو بيبقى فيها معتدل، لان كل ما ارتفعنا الى اعلى بتقل درجة الحرارة. انا شفت كده ان الجبل اذا كان الجبل على اطراف الدولة، على اطراف الدولة، وركزوا في الكلمة دي، يبقى هيدي للقوة للدولة، هيديها قوة لانه يحميني من اعتداءات الخارجية. طيب لو كان الجبل مر في وسط الدولة، يعني مثلا عندي دولة كده وراح الجبل مر بالطريقة دي، يبقى في الوقت ده بقى سنة تالتة هيفصل الدولة دي عن الدولة دي، فهيبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. استاذنكم فاصل قصير ونرجع تاني. فاصل قصير ونرجع لكم تاني. اتفضل. طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقا للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي
56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. رجعنا لكم تاني والجغرافيا للثانويه العامه مع مستر عاطف اسماعيل ومستر خالد عثمان. اتفضلوا يا استاذتنا الفاضل. اخر حاجه كنا بنتكلم عنها ان لو الجبال جت في وسط الدوله فصلت جزء من الدوله عن الدوله، وبالتالي هيبقى يشجع الانفصال عنها. المنطقه دي موجوده في دوله اسبانيا، في منطقه هنا اسمها اقليم كاتالونيا بتحاول تنفصل عن دوله اسبانيا، واللي شجع على كده الجبال. احنا قلنا ان الجبال اذا كانت في وسط الدوله هتسبب مشكله، إذا كانت على أطراف الدولة مش هيبقى فيها أي إيه؟ أي مشكلة. ده عكس السهول، يعني السهول عندي مشكلة كبيرة جدا في السهول، إن السهول بتسبب لي مزايا كتيرة جدا، هيقولها لنا أستاذ عاطف كمان شوية، لكن عيب السهول إنها مكشوفة قدام الأعداء، فبالتالي ممكن سهل جدا احتلالها، بيقولوا عليها أقل منعة، يعني أقل مقاومة. السهول مزاياها ايه يا استاذ عاطف؟ يعني ميزه السهول تديني ايه؟ تعمل لي ايه؟ قبل ما نتكلم على مزايا السهول لازم نعرف المناطق السهليه ومين امثله للمناطق السهليه. قال لي ان المظهر التضاريسي تتباين دول العالم، يعني تختلف دول العالم يا مستر احمد من حيث المظهر التضاريسي. قال لي هناك دول يغلب على اراضيها الطابع الجبلي، في دول معظم ارضها جبال. جبال. طيب زي مين؟ قال لي زي سويسرا واليابان. وهناك دول يغلب على اراضيها الطابع السهلي، يعني معظم ارضها سهول. سهول. زي هولندا، ادي عندي دوله هولندا وعندي دوله هنا اسمها دوله المانيا، يبقى هولندا والمانيا ارضها سهول سهليه. اما المناطق الجبليه قلنا ادي دوله هنا حبيسه اسمها دوله سويسرا، وعندي هنا دوله اسمها دوله اليابان. وهناك دول متنوعه التضاريس. مين الدول المتنوعه يعني التضاريس؟ يعني واخده مزايا من دي ومع دي. اه يعني ايه متنوعه؟ يعني فيها جبال وفيها هضاب وفيها سهول. قال لي زي مصر، ادي دولة مصر من الدول متنوعة التضاريس، وعندي دولة كبيرة هنا في قارة امريكا الجنوبية اسمها دولة البرازيل متنوعة التضاريس. يبقى عرفنا المناطق السهلية، اشهر الدول اللي بيغلب على اراضيها الطابع السهلية هولندا والمانيا، وهنتكلم مع بعض على المزايا. اول ميزة في المناطق السهلية قال لي واحد، تنوع الانتاج الزراعي، تنوع الانتاج الزراعي ووفرته. سهول بقى. ارض سهلية، يعني مفيش علي واطي، ازرع اللي انت عايزه والانتاج الزراعي هيبقى وفير. طب اتنين، قال لي تطور العمران يا مستر احمد. يعني ايه تطور العمران؟ احنا هنعمر، هنبني سواء مدارس سواء طرق سواء مستشفيات، ساعد على لان مفيش عالي واط سهلا الرمل ان الحديد، وعمر ونمي وطور. يبقى تطور العمران، تطور الانشطه الصناعيه والزراعيه، وبالتالي بنقول ان للسهول مزايا. في نقطه كمان مهمه في مزايا السهول اللي هي رقم ثلاثة، اللي هي سهولة الاتصال بكل أجزاء الدولة، سهل أروح لك، سهل تجيلي، لأن مفيش أي فاصل بيننا. زي ما مستر خالد قال، لو في جبال بتعزز روح الانفصال زي إقليم كاتالونيا في دولة أسبانيا. تفضل. طيب. إحنا عندنا كان في كتاب المدرسة خريطة للتضاريس موجودة في العالم، منتشرة في العالم، فمثلا كانت في جبال في وسط آسيا في المنطقة دي اسمها جبال الهيمالايا، يبقى ده مكان. تمام. كان عندنا منطقة جبال الألب في المكان ده، وجبال الألب موجودة عند شمال دولة إيطاليا في النمسا وسويسرا، زي ما قال أستاذ عاطف إن سويسرا دولة إيه جبلية. وعندنا مجموعة من الجبال موجودة في غرب أمريكا الشمالية روكي، وفي غرب أمريكا الجنوبية اللي هي الإنديز في المكان ده. الجبال اللي في الغرب والجبال اللي في الغرب هنا يبقى ده حدودية موجودة، بس هي موجودة جوه دولة زي دولة مثلا شيلي فيها أكبر سلسلة جبلية موجودة هنا. طب لو أنا خدت المعلومة بتاعت الجبال ورحت معاك لدولة زي مصر وطبقنا القواعد اللي احنا اتفقنا عليها، إن التضاريس ممكن تبقى نقطة قوة وممكن تبقى نقطة ضعف. الجبال في مصر موجودة في المكان اللي أنا بشاور عليه يا أستاذ عاطف كده، يبقى موجودة فين في مصر؟ في الجزء الشرقي على ساحل البحر الأحمر. يبقى دي نقطة قوة ولا هتبقى نقطة ضعف؟ أكيد نقطة قوة، لأن المناطق دي سنة ثالثة ممكن تحمينا من أي غزو خارجي، بالإضافة إن في هنا مسطح مائي كبير اللي هو البحر الأحمر. كمان عندي هنا كنا بنقول إن أنا الثروة المعدنية موجودة في المناطق في جبال البحر الأحمر، ودي أساس الصناعة في أي بلد في العالم. يبقى بقيت مصر كلها هتبقى سهول، يبقى مصر كده اكتسبت الجبال على الحدود،
رقم اتنين اكتسبت السهول في وسط الدولة، يبقى أنا كده متنوع التضاريس وعندي نقطة قوة كبيرة جدا جدا. لو أنا بصيت دلوقتي على خريطة العالم قدامي وعايز أنا وإنتوا ندور على الأشكال اللي اتكلمنا عليها، يعني مثلا يبقى الشكل اللي هو دولة اليابان هيبقى شكل إيه؟ مجزأ بحري. الفلبين مجزأ بحري. طيب يبقى أنا عندي أندونيسيا تبقى مجزأ إيه؟ بحري. طيب قدامنا كده نيوزيلندا هتبقى مجزأ بحري، في نيوزيلندا الشمالية ونيوزيلندا الإيه؟ الجنوبية. نفس القاعدة، نفس القاعدة. لو رحنا كده على مصر ورحنا لمصر استاذ عاطف تبقى شكلها، يبقى هنا لما نيجي نبص لمصر كده نلاقي شكل قلنا مندمج او منتظم، اللي هي قلنا اقرب للشكل الدائري، وده بينطبق على اكتر من دوله. احنا قلنا هنا دوله مصر وفرنسا، ادي دوله فرنسا هايل مستر احمد، عندي بلجيكا فوق منها مباشر. طب ممكن نطلع دول تانية على الخريطه ذات شكل مندمج؟ هنبص هنا اثيوبيا تقريبا كده شكل مندمج اقرب للشكل الدائري. ممكن نقول ايه تاني يا مصر؟ طيب خالد هنا تعال نروح لشكل تاني. تمام بص كده على شكل المغرب. تمام. يبقى شكل المغرب ده شكل ايه؟ مستطيل بيمتد. مستطيل. ايوه بيمتد من الشمال للجنوب. جميل. دوله مستطيله دي مين؟ ادي إيطاليا. ايطاليا شكل مستطيل. عندي دولتين هنا في اوروبا مصر احمد، اللي هي دوله النرويج ودوله السويد، برضو من الدول ذات الشكل. تعال نروح كده مع بعض، تعال نروح كده مع بعض. شيلي دي شكلها يبقى شكل مستطيل. مستطيل جميل جدا. طيب هل انا كده باراجواي، باراجواي دي تبقى دوله جايبيه؟ لا مش دوله جايبيه. ليه مش دوله جايبيه؟ لانها مش واقعه جوه دوله، ولكنها هي دوله داخليه حديثه. وقلنا الدوله الحديثه يعني لا يعني ليها حدود مع البرازيل، ليها حدود مع الارجنتين، ليها حدود مع بوليفيا، يبقى كده مش جوه دوله واحده. ونفس الوضع بينطبق على دوله بوليفيا، هي ليست دوله جايبيه لانها مش واقعه جوه دوله. دوله بوليفيا دي دوله حديثه برضو لانها لا تشرف على مسطحات. الكلام اللي بنقوله ده معناه ان احنا ممكن نطبق اللي احنا فهمناه على الخريطة، وندور على اشكال دول مختلفة ونشوف دي شكلها مستطيل، لا دي شكلها مندمج، دي شكلها عامل ازاي. يعني هي عبارة عن امثلة معانا. طيب هنبدأ نحل مع بعض مجموعة اسئلة. تفضل يا استاذ عاطف. تفضل. ونشوف كده الحل هيبقى ازاي، ونتابع مع بعض الاسئله ونتناقش مع بعض فيها. احسنتوا عزيزتنا الفاضل، ويا ريت المخرج بتاعنا الجميل يجيب لنا الصفحه رقم واحد. اوكي يعني كده يعتبر بالنسبه يعني احنا كده دلوقتي بالنسبه لنا الاشكال المختلفه بتاعت الدول والتضاريس والتنوع المختلف دي من عناصر قوه الدولة. طبعاً. يعني اي دولة عناصر القوة الطبيعية عناصر كبيرة جدا. جميل. فاللي بيلم اكبر جزء من عناصر القوة هيبقى هو الاقوى. السؤال طيب. الاول بيقول يطلق على الدولة اذا بلغ طولها 6 امثال عرضها دولة شريطية، اللي هي اول واحدة شريطية هي المستطيلة هي النحيلة. السؤال الثاني يا استاذ عاطف بيقول لي من عيوب المرتفعات تعزيز روح الانفصال مثل اقليم كاتالونيا، وكلنا عارفين ان اقليم كاتالونيا ده في دولة اسمها دولة اسبانيا. طيب من الدول ذات الشكل المندمج يبقى دولة مصر. ايطاليا طبعا شكلها مستطيل، والارجنتين شكلها برضو مستطيل، وتركيا شكلها مستطيل، يبقى انا نقيت على طول مين؟ مصر. روح مع بعض لسؤال اربعة. السؤال رقم اربعة بيقول لي تتقارب الدول الجايبية في سماتها من الدولة. تمام. هو بيقول لي هنا نقرأ الاختيارات. دولة بحرية؟ لا طبعا. ليه لا طبعا؟ لان الدولة البحرية دي بتشرف على مسطحات مائية مفتوحة، انما الدولة الجايبية سنة ثالثة هي دولة داخل دولة لا تشرف على مسطحات مائية، يبقى بنخرجها برا الاجابة. دولة مندمجة مش شرط تكون دولة مندمجة. طيب دولة مستطيلة قال لي مش شرط تكون دولة مستطيلة، ولكن بتتقارب مع الدول الحبيسة. يعني ايه بتقرب من الدول الحبيسة؟ ان كلاهما سواء كان جايبية او دولة حبيسة لا تشرف على مسطحات مائية. اتفضل شوف مع بعض الصفحة رقم 2. السؤال الخامس بيقول احيانا يرتبط حماية حدود الدولة بشكل الدولة، يعني انا هحمي دولتي بشكل دولتي. طبعا جايب لي اشكال، فانا لازم اكون فاهم ان الشكل الف ده شكل مندمج، شكل ب ده شكل محتوى جايبي، شكل جيم ده شكل مجزأ، شكل دال ده شكل مجزأ بري بحري. فأنا هشوف أضعف شكل ما بيحميش دولتي عنده مشكلة، يبقى هو رقم به اللي هو الشكل الجيبي المحتوى. تمام. بننتقل بكم للسؤال رقم 6. بيقول من الدول ذات الشكل النحيل، هو يعني احنا ما نتلخبطش،
يعني يقول لي شكل نحيل يعني شكل مستطيل، نحيل يعني رفيع مستطيل أو شكل شريطي، هو ممكن يلعب باللفظ لكن ما لخبطنيش. طيب هل مصر شكل نحيل؟ لا طبعا، لأن مصر من الدول ذات الشكل المندمج المنتظم وده أفضل الأشكال زي ما قلنا قبل كده. السودان شكل نحيل؟ لا طبعا. طب إيطاليا؟ أيوة هو ده الشكل النحيل أو الشكل المستطيل اللي بتمتد من الشمال للجنوب. طيب. يبقى الاختيار الرابع برا الإجابة، والإجابة السليمة هي دولة إيطاليا. شوف مع بعض الصفحة رقم 3. ضع كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام العبارة التالية، بيديني إن ليسوتو دولة حبيسة ودولة محتوية في نفس الوقت. طبعا العبارة سليمة لأن هي بتاخد الصفتين دول. السؤال رقم 2 بيقول الشكل المنتظم ذا أبعاد متساوية. هو فعلا الشكل المنتظم قلنا هو شكل مندمج، وقلنا الشكل المندمج إن بتكون المسافة من وسط الدولة إلى أطرافها متساوية تقريبا، وقلنا ده أفضل الأشكال، وقلنا من أمثلة كده مصر، وقلنا فرنسا، وقلنا دولة بلجيكا. بننتقل بكم للسؤال رقم 3، تفضل مستر خالد. ليبيا ذات شكل مندمج، العبارة سليمة طالما نفس الصفات اللي لسه قايلينها في نمرة 2، يبقى العبارة سليمة. تمام. في سؤال هنا بيقول توجد دولتين مستطلتين في شمال أوروبا. هو فعلا في الشمال الغربي من قارة أوروبا في دولتين اللي هي دولة النرويج ودولة السويد، ولو انت بصيت على الخريطة كويس هتلاقي الامتداد بتاعهم بيتشابه مع امتداد دولة إيطاليا. طب ايه وجه الشبه بين السويد ودولة النرويج ودولة إيطاليا في شكل مستطيل؟ كلاهما او جميعهم دول مستطيلة تمتد من الشمال للجنوب، وزي ما قلنا قبل كده ان الشكل المستطيل بيمتد من الشمال للجنوب افضل من الشكل المستطيل اللي بيمتد من الشرق للغرب. نشوف مع بعض الصفحة رقم 4. سؤال 5 بيقول يساعد استطالة الدول افقيا في تنوعها المناخي. طبعا العبارة هنا هتبقى صح، لان العبارة غلط، لان الافقي ده ما بيعملش تنوع مناخي، الشكل الرأسي هو اللي بيدي تنوع مناخي. سؤال 6، تحتاج الدول المستطيلة لنظام سيادي فيدرالي، العبارة الصحيحة، لان طبعا كل ما بتبقى طويلة صعب السيطرة عليها. عندنا حاجة تانية، سؤال رقم 7 بيقول لي تتركز التضاريس في وسط قارة اسيا، يقصد هنا سنة تالتة التضاريس موجودة في وسط اسيا اللي هو جبال اسمها جبال الهيمالايا، وجبال الهيمالايا دي تعتبر من اعلى القمم الجبلية اللي موجودة في العالم تقريبا. طيب. اخيرا بقى تزداد السهول في وسط اوروبا، فعلا الاجابة صحيحة، وقلنا من اشهر الدول سنة تالتة السهول اللي موجودة في دولة المانيا ودولة هولندا. احسنت اساتذتنا الافاضل، حلقه من الحلقات الممتعه ما شاء الله عليكم. ولو في نص دقيقه كده يا مستر عاطف لو في اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك. زي ما قلنا سنه ثالثه احنا ما نقلقش خالص من الثانويه العامه، ودايما بقول الواحد يقلق لما ما نذاكرش. انت مش هتذاكر لازم تقلق، احنا بنعمل علينا والنتيجه بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وانت ما تخافش، ما تخافش من حاجه، احنا عايزين بس ايه نعمل اللي علينا ونذاكر ونربط الأحداث ببعضيها والدرس الأول بالدرس الثاني، وما تقلقش وما تخافش وإن شاء الله النتيجة تبقى مشابهة. مستر خالد تحب تقول إيه للطلاب بتوعك؟ دايما التدريب المستمر، حل الأسئلة المستمر هو اللي بيخلي كل طالب يبقى مطمن. حل كتير، معاك كتاب كبير مليان أسئلة اللي هو الكتاب بتاعنا مدرس على الهوى، كم رهيب جدا من الأسئلة، حليت كتير هتلاقي نفسك مطمن، بتتدرب على جميع أنواع الأسئلة والأشكال. دايما تابع الحلقات والمراجعات بتاعتنا والشغل بتاعنا كل يوم جمعة، هتلاقي الحاجة اللي بتوديك لمكان تاني اللي انت عايزه. وبعدين في حاجة برضو مستر خالد، الكتاب هنا واخد كل المواد بتاعتك، انت بدل ما تنتقل من كتاب لكتاب لكتاب، انت عندك هنا العربي، عندك الفلسفة، عندك الإنجليزي، كل المواد موجودة في كتاب واحد، وأسئلة ممتعة. شرفتونا اساتذتنا الافاضل، بنشكركم على الحلقه الجميله دي، ونتمنى نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله، وتمنياتنا القلبيه لكل طلابنا الاعزاء بالتوفيق والنجاح دائما. شكرا لكم جميعا. شكرا.